ليلى من الصنوف، السلام عليكم ورحمة الله. أنتم السنانر، هلا بالعجول، هلا بالعجول يا العجول. ليلى داز زوينة تا هي، ليلى من الصنور كنصيدو بالخيط. هذه التحية لجميع الرياس اللي كيصيدو بالخيط، ما كندويش على دوك اللي كيصيدو بالشباك، اللي ما عندهم نفس، ما عندهمش سبعان باش يسنيو صنارة ولا يقطعو طرقيعة صحيحة، ولا عندهم الكبدة باش يصيدو بالسرديل ويتسنى. ها كيلوح شبكة ويمشي يرقد ويصبح يفدي ويبيع الحوت رخيص بطاطا. صندوق ديال ديال الصيد بالخيط احسن من فلوكه ديال الشباك. يا عباد الله، تخيل اي صياد كيصيد بالخيط. هانتوما الاخوان، ها العجوله، ها العجوله، هانتوما العجوله. اللهم بارك وزيد في ذلك. وكاين الصنار، الصنانير، الصنانير صغار. كل واش كيقول لي، اللي كيقول لي صغار، اللي كيقول لي فرخ. وباقي حي، تحية ليك اخويا عبد الرزاق الدار البيضاء، صياد الافاعي. ها الافاعي اخويا، ها الجنوب الافاعي. كاين الليلة ها نتوما، ها الدبدوبة، ها الكوربين، فرخ ديال الكوربين. هذا سميتو الفرخ ديال الكوربين، دبدوب. كاين اللي كيشدها صغيرة ويقول لها كوربين، الكوربين هي فوق 20 كيلو، ماشي كوربين هذيك، راه كار كيتم غادي بالبحر ياك رايس. هذيك راه كار كيكون غادي وسط الماء. ايوا هانتوما. يا الله هانتوما، هانت اخويا عبد الرزاق صياد الافاعي الدار البيضاء، مول لاباج ديال قناة اجي نصيدو. هانت الصنارة، ها الجراندي، انت اخويا ما كاين الجراندي ديال بصح. استنى انا بغيت نوريكم الاخوان العجول، هلا بالعجول. مازال بقى الليله طويله، انا في الاعماق، مازال الليل طويل ونشدو ما اكثر ان شاء الله، نشدو شي 200 كيلو لا بغى الله ولا اكثر. شكون قال رزقنا عبد الله جميله كطيب. كنصيدو بالخيط، انا رامي خيطي، ها خيطي غادي كيف بك تلاحظوا، هو هذا هو هذا خيطي. الريس راه لابد على خيطو شي عمرك الريس درتي الشباك؟ لا لا شباك ما خداميش، ما خداميش الشباك. لا لا كيغصبوا الحوت. كيغصبوا الحوت، الشباك كيغصبوا الحوت، كيشدوه كيبيعوه بطاطا. كون يشد صندوق ديال الحوت بالخيط بالصنار غيبيعوه بالثمن احسن لي من فلوكه ديال الحوت. ياك الريس ميلود طعم السرديل. الشباك راه هما يخرجوا عليه. اشنو هو الرئيس باش باش كتهضر؟ اش قلتي؟ الشبك راه هما اللي خرجوا على البلاد. الشبك هو الشبك، اصحاب الشبك هما اللي خرجوا على البلاد، هما اللي الشبك. الا عندكم شي نفس ديروا النفس، حرق ليسانس در ديال 60 لتر. ها انتوما جايبين جوج 60ات، ها 60 ها 60، 120 لتر ديال ليسانس. انت كدير 5 لتر وكتشري 5 لتر، كدير بوديزا ديال الزيت ديال لوسيور ودخل الزيت كسيراتور وحده تحطها تكالي الشبكه ديالك وتجي كتشد شرغ وحي كتبيعيه برخيص بطاطا. كون تشد جوج شراغه بالخيط غتبيعهم حسن من صندوق ديال الحوت ديال الشباك. جوج شراغه، جوج شراغه ديروا لنا شويه، راه خرجتو على البلاد. حنا ولينا كنهبطوا للجنوب باش نصيدوا باش نلقاو الحوت، رغم ان الجنوب حتى هو الشلوح دايرين فيه غزاوه بالشباك. الشلوح ما عمر شتي شي شلح حنا كيصيد بالشعرق ولا شي شلح كيصيد بالخيط. تحيه ليهم حنا خوت، ولكن بلادهم خاص يكون يتعلم شويه. الا كتغدي دي فلوكه ديها 50 كيلو ديال الحوت الحر نقيه ومقوسه وبيته ناعسه هكا ونبيعها بالثمن حسن لي مفلوكه ونبقى نمرط. راه خمسه عباد الله كيخدموا فلوكه، احنا ثلاثه وهما صيدين. انا راه زيدها متقل عليهم عباد الله، انا راه جاي داخلها فاكونس. ديروا النفس شويه وعصابه كتدخل في وسط فلوكه صافي. المهم السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو بارطاجيه شحال من واحد، علاش؟ باش الناس ترجع ليها العبره. واحد النهار غيجي الحوت ما غنلقاوش. الناس راه كيعاودوا ليا في الصحراء، الصديق ديالي راه كان الحوت ماشي كان كيعوم مع الموجه، ها هو الحوت هنا في الصحراء وبدا كيقل. وشحال هادي في الداخل كان الحوت، دابا الداخل راه ما بقاش، غيجي واحد الوقت حتى الجنوب حتى هو ما غيبقاش. وشنو هو السبب؟ هو الشباك. الحوت كيشوف الشباك كيخيلو عليه كيرجع كيطلع للفندق، هما كيشدو الحوت بالثمن وكيبيعو بجوج دريال. عباد الله عيب وعار. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء يا أصدقاء.